تعرفين شو أكثر شيء عايبني فيه؟ إنه شي واثق من عمره، شخصيته وايد قوية. لولو دقيلي، كأنه رايحة التغطية من عندي، ما حدا عم يدقلي. دقيلي لشوف. يلا. كونان غريب، ليش حسام ما دق لي لهلا؟ نور الله يخليك، ركزي شوي وياي. مركزه والله اني مركزه. قولي لي، كلي اذان صاغيه. تفضلي. زين، كلميني شوي عن كريم، قولي لي السلبيات اللي فيه. انه عصبي كثير. زين ما عليه، انا ممكن اتاقلم وياها، وحتى ممكن اغيره واخليه ريلاكس شي. برافو عليكي، احسن شي بتعمليه. زين وشو بعد؟ شو عنده سلبيات؟ ليكو حسام دق، تعرفي ما حرد علي دوري، خليه يتصل شوي. الو، اهلين حسام. انا ولا شيء، رحت شوبينج كوني اوف اليوم. ميديا اي هون. انت دايق تحكي مع ميديا مو معي يعني؟ طيب ماشي، شو بدك فيها؟ شو هالشي الضروري؟ خلص خلص خلص، لا تعصب. ماشي. ميديا بتاخدي $1000 وبتطلع على برا؟ خلينا اعرف كفي هالمشهد. نانا بتاخدي $2000 وبتبطلي تشوهي لسمعتي وتاريخي؟ طيب شو رايك تعطيني $3000 وتحكي على التليفون؟ مين؟ المحامي؟ لا حسام. حسام بده يعني الي؟ الك. مسكي. ايه حسام؟ اعطيني منك $1000. ها؟ ايه ميديا، كيفك حبيبي؟ من الصبح انا بحاول دق لك، خطك مسكر او يمكن ما في ارسال. مهم كيفك انت؟ جود حبيبي جود. ليك عايزك بموضوع ضروري، كتير ضروري يعني مش شوي. لا لا حبيبي، ما بيمشي الحال على التليفون ولا بينطر لبكرة. انت وينك هلا؟ بالفيلا؟ طيب طيب يلا جاي لعندك. انا جاي. باي. امسكوا اعصابكم. مسكناها. لا 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 لا، امسكوني منيح بيبي. بلا غلاظة. شو؟ طيب رح اخبركم القصة. في منتج اتفق معي ورح يعمل لي غنية. عن جد عم تحكي؟ عن جد فرحت لك من كل قلبي. بس لا تقول لي انه بدك ياني مودرز بالفيديو كليب تبعك، وبدك نانا تكتب لك السيناريو، وروجي يخرج لك اياه، لانه عن جد بفرمك فرمة هالخبرية. لا 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 لا، انت اطمني، هالمرة مش حتكوني معي مودرز بالفيديو. لكن شو حتكون؟ اقترحت على المنتج انه نعمل انا وميديا ديو، ووافق كثير ورحب كثير بالفكرة. واو عن جد؟ ايه رح نعمل انويتي هنية ديو. عن جد واو، هذا احلى خبر سمعته. طيب وين رايحه؟ انا ما عم بفهم شو يعني شغل. يعني انا ابتداء من اليوم صرت مساعده المدام فرح، رئيس التحرير مجله فاشن شو وصاحبته. وامتى حتبلشي شغل؟ اليوم؟ اي اليوم. كانك ما فرحت لي. لا فرحت لك بالعكس، بس عندي احساس غريب، يعني احساس بانه انا مالي دور بحياتك ولاني جزء من قراراتك. بتروحي بتقرري وبتشتغلي وكاني ماني موجود. مو اساس نحن شركة بكل شيء. هاي رؤيتي الشخصيه لو سمحت. انا معك بس لازم تساليني. ممكن اطلب منك طلب؟ تفضلي. ممكن نأجل النقاش بهذا الموضوع لبعدين؟ طبعا. تفضل. تفضلي. انت تفضل. لا انت تفضلي. اي ماشي رح اتفضل. اي لا بحبك من وقت يلي كنتي باللفه. زقفة يا عالم زقفة. حسام شو ها؟ مو معقول هالسخافة. ما حبيتيها؟ لا طبعا ما حبيتها. طيب شفيلي هيدي، هاي كتبها رفيقي عبود. وهاد كمان شاعر بيفهم بالمشاعر؟ لا هذا دي جي بس عنده اذن موسيقية بتخوف روعة. اه يا سلام. بيبي مطولين؟ لحظة حياتي بس شوية وقت. بتقول لا تقولي كاني ماني، لا تقولي كاني ماني بحبك انا على عمياني. لا عن جد كاتب على عمياني، ايد ربنه لهالغنية. طيب يا اختي بلاها. شو بدي فرجيكي؟ شوفي هيدي، هيدي كتبها عدنان. وهذا دي جي مثلها؟
هذا ايه دي جي، بس دي جي بس مظلوم انه دي جي لانه عنده حس شعري مرهف جدا جدا جدا. يا سلام. هدي اقريها انت واحكي معي عليها. لا تكاكي ولا تقاقي ما رح اركض وراكي. لا عن جد هذا بياخذ كاس السخافه. شبكي يا ميديا، من بين 20 غنية ما حبيتها ولا وحده؟ طالما رفقاتك بين يوم وليله صاروا شعراء وكتاب كلمات اكيد ما رح يعجبني. طب والحل؟ شوف حسام، القصه ما انا لعبه. اذا بدك تستمر بهذا المشروع بدك تشوف كاتب مهم وتاخذ منه الكلمات، لانه انا ماني مستعده اعمل اي كلام. طيب خلص اعطيني فرصه بس لحظه شوي. وينو هذا؟ وينو الو شعبان، كيفك حبيبي؟ ليك بتعرف لك شي شاعر على كيفك مشان كلمات الغنية؟ ابن خالتك؟ عم بيقول ابن خالته. لا معلش، اسلموا ايديك وايدين ابن خالته. اكيد رب حظي يضرب. انا تأخرت لازم امشي. طب هي برجع بحكيك بعدين. عادي حبيبتي، ليش بدك تمشي هلا؟ ما فيني. خليك شوي. تأخرت. باي. نور، لحظة حياتي، لحظة حبيبي اسمعيني. حبيبي أنا بحاجة لإلك اليوم، بحاجة لإلك اليوم أكثر من أي وقت، لأنه يعني ما بدي هالشي اللي صار يأثر علينا ويعمل مشاكل بيناتنا، لأنه بلشنا المشوار سوا وعن جد حابب إن نكمله سوا، فبليز خليكي حدي. حسام بصراحة يعني أنا عم بحس إنه أنا حدا ما نو مرغوب فيه، عم بحس إنه أنا عم ضايقكم، حدا عم بيتطفل بشغلات ما له فيها. حياتي أنت الموتيف تبعي، أنت الإنسان اللي بحس فيه إذا عم بغني ولا إذا ما عم بغني، إذا عم بحكي ولا ما عم بحكي. حبيبي أنا كل يوم بحبك أكثر من يوم، وعن جد بحاجة لك إنك تكوني معي، فبليز ما تعملي فيي هيك خاصة بهالوقت. يلا كولي بعقلي حلاوي. أنا بدي أكل بعقلك حلاوي يا حبيبي. طب رح تكوني وقت تسجيل الغنية؟ هلا انتوا اتفقوا اول على الكلمات وبعدين نحكي بالتسجيل. ماشي، رح تيجي اليوم على السهرة؟ شو هي عزيمة يعني؟ عزيمة مفتوحة كمان، انت وكل الصبايا. اوكي، بشوف بيبي. يلا باي. باي حياتي. الو، ايه مدام فرح؟ ما بعرف وينه. هلا بتاكد لك عن جد. هلا بتاكد لك. يلا اوكي، هلا بشوف وينه ودغري بخبرك. باي. صباح الخير. انا اسفه اني تاخرت. جيم اوفر. شو يعني؟ يعني خلص حبيبتي، انتهى امرك. ما فهمت. يعني فوتي على مدام فرح تبقي خبريني شو بصير معك. يلا باي. لازم تعرفي انه دقة المواعيد عندي خط احمر. انا اسفة. وانه الاكسسوار مع اللوك العام كمان خط احمر. ايه بس انا اكسسواري كثير ظابط مع اللوك. وانه الكعب العالي خط احمر. ايه بس انا لابسة كعب عالي. ما انا هيدا قصدي موديل سكربينة، اناقة البنت بموديل سكربينتها. صحيح نادين. عفوا ست فرح، أنا اسمي سميحة. مش مهم، تصليلي بقلي صعبة حولي الخط اللي عندي. وروحي لعند نادين لحتى تسلمك عدة الشغل. عدة الشغل؟ أوكي ماشي بالإذن. لو سمحتي. صدقيني أنا كنت كتير متفائلة بوجودك معنا، عن جد كنت حابة إنك تكوني واحدة من كاست المجلة، بس يا حياتي شو بدي أقول لك؟ الغلطة الأولى مع المدام فرح هي الغلطة الأخيرة، ما تزعلي إنه اسمي ونصيب شحطتك ما هيك؟ سلميني العدة لو سمحتي. نعم؟
لحظة شو قلتي؟ سلميني العدة. حبيبتي لا لازم تعرفي شغلي ولازم تعرفيها كثير منيح. أنا شغلي هون المهم مش شغلك، أنت شغلك بس تطلع على برا وتعملي لها قهوتها لمدام فرح، أنا شغلي هون المهم بالمكتب، أنا باخذ لها معيدة وبنظم لها إياهم، لازم تعرفي كثير منيح إنه أنا اللي بسافر معها على عروض الأزياء بكل العالم، وأنا اللي برافقها وأنا اللي بساعدها وبتعرف على كل المشاهير. لو سمحتي سلميني العدة. هيدا اللي كان بعد ناقص. يابا. إيه لولو؟ شو هي الفكرة الجهنمية بقى؟ هاتي لشوف. اسمعيني نور، اليوم أباتش تعزمين كريم واختاري أي مطعم تبينه في دبي، وعلى حسابي طبعاً، لا تشيلين هم البيزات، أنا اللي بدفع، وأنا بسير هناك أو إني سايرة بالصدفة. ها، المهم تضبطينها. أيوة، طيب ما فهمت شو المناسبة؟ يعني كيف بتعزموا هيك؟ ها نور، مو بضروري مناسبة، اخترعي أي شيء. لولو ما أنا ظابطة القصة. ما بتزبط لانه انا بحياتي ما عزمته على شيء. نور شو بالك معقده السالفه؟ انا ما عم بعقدها، هي معقده من اساسها. ايش هالولدني هي؟ نور بليز ساعديني ارجوك توقفي معي يا اخي، وقفي معي مره واحده بهالحياه وانا ما بنسى لك اياها مول. ها ساعديني بليز. خلص ليان ما في داعي لهالشحاده، هلا بشوف شو بيصير معي. لا ما بتشوفين، ابى جواب الحين الحين الحين. الله يطولك يا روح. ماشي ماشي خلص، هلا بشوف بخبرك. باي حبيبتي نور، احبك وايد. باي. كريم وازيك يا حبيبي، وحشني والله. حبيبي يا نور، يا سر العواطف دي. ما فيش حاجه. حسام انا حاسه ان المشروع بلش يفقص. لا شو يفقص، نسويه بأي طريقة ممكنة. ليكي شو رأيك نكتب كلمات الغنية أنا وياكي؟ أنا وياه. إيه شو هي كيمياء؟ حسام إذا بدك تنجح بدك تبطل تتعامل مع الغنية بهاي الطريقة. إيه شو هي جمعية تعاونية؟ يعني إذا عندك رفيق بتساوي مدير إنتاج، ورفيقك الثاني بتاخد منه الكلمات، ورفيقك الثالث تصورك شي مرة صورة حلوة بموبايله فبيصير مدير تصوير وإضاءة، والرابع عنده إذن موسيقية، والخامس ما بيصير هيك، هيك مستحيل ننجح. لا مو بس هيك، هيك رح نتبهدل. طب والحل؟ إذا بدك يانا نبدأ صح لازم نروح لعن أهم كاتب وأهم ملحن وأهم موزع موسيقي وأهم مخرج. هاي طبعا إذا بدك نبدأ صح. يا أما لا لا خلينا نرجع نفكر شوي بالموضوع. ايه فكر وأنا بفكر. لقيتها. لقيت كلمات للغنية؟ لا لقيتي اللي بدها تكتب كلمات الغنية. اي مين؟ نانا. نانا لك سائر، ابوس ايدك، ابوس اجرك، صحصح معي شوي لك، هذا بزنس روحي. انا مصحصح ادري شو بدك. لا مالك مصحصح ومالك معي، نيفر نيفر، طاول طاول. Do you have any problem؟ لا ما في شيء حبيبي. خلينا نرجع للشغل. عملت الجدول الاقتصادية تبع المشروع؟ عملته. حيو سائر، تعال أقول لك كم واحد سوري في هون بدبي؟ والله حسب الإحصائيات 400,000. يا عيني عليك. ونسبة وتناسب بين هون وسوريا كم واحد حلبي بيطلع بيناتهم؟ والله صعبة يا أدي. قول 100,000. قلنا 100,000. يا عيني عليك. وحط لي بقى من البقيانين 300,000 كمان، في 100,000 بيحبوا ياكلوا أكل حلبي، شو قد بيصيروا؟ 200,000. يا عيني عليك. وخلي 25,000 من اللي بقيوا ينسقم على عمرهم ويجي يجربوا الأكل الحلبي، شو قد بيصيروا؟ 225,000. ها ها. خلي بقى ربع هدول يجوا لعنا على المطعم، شو قد بيطلعوا؟ حوالي 60,000. انت روحي حط فوقهم 20,000 واحد زبون طيار، شو قد بيطلعوا؟ 80,000. يرحم أجدادك. إذا أخذنا من كل واحد بس 150 درهم، شو قد بطلع عنا بالسنة؟ يعني تقريباً فوق المليون درهم بالسنة. أبو هاي لسه ما حسبنا لا الحفلات ولا الرحلات ولا الجروبات السياحية، علي الحلال رح نطف المليونين. أدري حبيبي، هلا هيك بتصير دراسة الجدوى الاقتصادية؟ ليه يا؟
لك شلون بصير؟ يعني ما بعرف، هلا انت متاكد انه هذا المحل رح يطالع هذا المبلغ؟ لا ايش عم تحكي انت؟ ايش عم تحكي؟ لك انا بزماناتي عملت دراسه على سيخ شاورما عنا بالحاره بالكلاسه، يا علي الحلال انحسب معي سيخ الشاورما فرمي فرمي. طيب اتكل على الله خلينا نفهم فرمي فرمي. كم مره بدعيت لحتى تردي؟ نادين هيك ما بيمشي الحال. انا اسمي سميحه. حضري لي 15 قطعه تياب من كالفين كلاين. شو بدك الالوان والاطوال؟ بدي لي خلقي، بدي اطعم بيناتهم يكونوا قياسها 48، بديهم يكونوا عندي بكره كلهم الساعه 8 الصبح هون بكير. وقولي لجاكلين بدي اشوف كل الكوليكسيون تبع الزيدين الجديده، وقولي لنايا انه ما رح اطلع على دبي، رح ابعت داني محلي. طيب حاضر، يلا بالاذن. نادين. نعم. خلص خلص ماشي. انا اسمي سميحه مدام فرح. والنبي يا نور الله يكرمك، يعني خدمه الواحد يتيم. اول ما تقعدي بقى ما تعطيش تذاكري في المنيو ساعتين، تطلبي اي حاجه تتعمل بسرعه عشان جعان. اوكي، احلى كاسه عصير لعيون كريم. عصير يا نور؟ اه عازمين على العصير. اكل. الله، مش دي ليان؟ اي والله. شو جابك؟ نعم. شو جابنا هون؟ عم قول لولو. نور، هاي حبيبي. هاي، انت شو جابكم هني؟ جايين ناكل. شو هالصدفه الحلوه هاي كريم؟ ايش حالك؟ الحمد لله تمام. صدفه كثير حلوه. انت معك حدا ولا نقعد معك؟ لا لا ابدا، تفضلوا تفضلوا. شو نقعد معك؟ هناكل؟ لا عصير. اكل. اوكي. هي بتاكلون، قعدوا. جبال. سلام. طيب اطلب المنيو. نعم؟ اطلب المنيو. اه بتاعنا؟ اه. ال لك شو جابك بكير؟ انتوا تاخرتوا؟ ايه فعلا، احنا اليوم كثير تاخرنا بالشغل، مو هيك كريم؟ تاخرنا وبس، يعني شوية مكالمات تعل. صدق؟ انت صحيح متعوده تيجي المطعم ده ولا ايه؟ لا انا الصراحه ما احب المطاعم، بس اليوم ما ادري شو استوالي، احب يعني اني اغير بين فتره وفتره الروتين مالي. اه بس يعني فرصه كويسه احنا شفناك هنا يعني. صدق؟ هو فين الجراثيم اللي هنا؟ يا حاج ايه؟ انا القط نفس بالاول. انا ما احبش القط نفسي، انا احب اخش المطعم كده اكل على طول. سبحان الله، نفسي بالضبط، يعني انا اول ما ادخل مطعم على طول اطلب المنيو. هو فين الجراثيم اللي هنا؟ يا حاج يا خينا. الو ساير، شلونك؟ ايش بدي اقول لك؟ هلا بوتشك بتنزل على عبارة السيديات بالجماليه بشارع اسكندرون، بتجيب لي سيديه لصباح فخري، سيديه لشادي جميل، صبري مدلل، نهاد نجار، صفوان عابس، سميد شركس، احمد ازرق، اديب الدايخ، ايش في مطربين بحلب عايشين ميتين، بتجيب لي لكل واحد منهم سيديه. ايه مشان المطعم موسيقى كمان. ايش عليه؟ ايه طبعا حلبيه، لو حتى الديسكو بدي اياه حلبي، الرب بدي اياه حلبي. يا عيني عليك، يلا سبعي يلا لا تعوق، عم بستنى تليفونك. ايه مع السلامات، امان الله. ما بقدري اشي، روحي اشي. متى اوبنينج رستوران اليبو؟ ان شاء الله سون، ان شاء الله. بابا ادري اشي، روحي اشي. كلنا فارقين ريستوران من اليبو. لكن كلهم بدي اجيبهم من حلب، من الطباخ لاصغر كميك. بابا ادري ما في نفر عندي صديق كومار من الاخر. على ايش عم تلميح؟ تذكر ريستوران عندي يا صديق فيه فلوس كتير. ايه ايش بو؟ ما في صديق راح بالهند. ايش هالحكي هاد؟ شبر؟ شبر. فركه؟ فركه. واو خلص صواب. ايه ايش بدك تسوي لكان؟ لازم تشتغل معك بابا ادري. مين هيدا تشتغل معي؟ كومار. انت كومار رح تشتغل معي؟ شوف كومار، بدي اقول لك شغله. انت يعني بني ادم كويس. فيري جود. فيري 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 جود كومار. وفيري نايس. فيري 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 نايس كومار. بس بقى مشان الشغل خلص بدي اشتغلك عندي. انا في الشغل بالريستوران اليبو مطعم؟ ايه لكن لعيونك. شو ممكن انا عندي نفر صديق لك اشتغل؟ انت تشتغل بالدليفري بالهدى طلبات خارجيه، ايش رايك؟ دليفري؟ لكن اوراي 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 لك لعيون الله. دقيقه دقيقه. اوراي دليفري. ما منيحه؟ منيحه بشقه. الو لك سائر؟
أزعل منك هلا؟ ليش مالك حاطط لي بدراسة الجدول الاقتصادية طلبات خارجية؟ ما هي شغلة منيح اللي لحقناها هلا. بتفتح افتح افتح الجدول الاقتصادية، افتح الجدول. ايه حط لي هلا 500,000 درهم طلبات خارجية، وحط لي بين اسماء الكرو تبعنا والكاست رفيقي كومار. ايه هذا الهندي فيري فيري جود كومار، فيري 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 كومار. يلا مع السلامات امال الله. مشي فيلمك. مشي مشي بابا ادري. ايه طلع طلع تقوم تعبينا بشي شغلة. بابا بابا ادريب قبل قبل وش بقفا ابوسه. لك ابوس روحك وجهه قفا، مو ابوس الوجه تبع القفا. روحك بالقفا. لك مو بالقفا، وجهه قفا. وجهه قفا، وجهه قفا. بدي اعلمك حلبي تبلش تغني كمان بالحلبي، تصير هندي بالحلبي بتغني. قول معي ابعت لي جواب. بابا ادريب انا نفر صديق هندي. بعد صعب عليك صعب عليك. يلا هاي نانو. هاي ميدو. طمنيني شلون الكتابة؟ كله تمام، ضمن حدود الرقابة والمحظورات اللي فرضتي علي. ايه كتير منيح. شو؟ هاتي كنت مع وسام؟ لا وسام مسافر، كنت مع حسام. حسام؟ ايه عم نعمل غنية دويتو انا وياه. هنجد؟ تزيد هالمعلومة على الفيلم؟ لا 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 تضيفيها، يعني يمكن ما تزبط. ليش؟ لهلا ما عم لاقي كلمات للغنية. اللي بعد ما اتفقتوا مع شاعر؟ لا لسه ما اتفقنا. بتعرفي عندي اكثر من 12 غنية جاهزين ومكتوبين. عن جد؟ طب فيني شوفون؟ طبعا ما بيغلو عليكي انت وحسام. هذا هو الملف. اسمعي. 15 بطلا ماتوا من اجل صندوق. نانا؟ كأنه هي شارد أفلام كرتون، ما بعرف هيك من ذكريات الطفولة. طيب تعي تعي اسمعي هي. ارفع ايدك مع ايدي، خلي عيدك هو عيدي. تعي تعي شو فيها. نسرق ونلون أحلام؟ نسرق ونلون أحلام، نغني للحب والسلام. نسرق نلون أحلام، نغني للحب والسلام. هاي غنيتنا الوحيدة، هاي غنيتنا الوحيدة. نانا هاي الغنية اللي بدي اياها.